في رامي القايلة على EFM أحلى غاديو. صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، في التجربة الفيسبوكية متاعنا وخاصة على الميسنجر فما كلمة ديما تعديت علينا تعديت علينا آلاف المرات، ودايور هي زوز حروف وكل واحد كيف يأثروا فيه. الكلمة هذه هي أوكي. زوز حروف يا أخي. أوكي كل حرباية تتبدل أنت وين تبلصها. معنى أوكي يختلف حسب الكونتكست متاع الديسكوسيون. نعطيك مثال سيرامي، قل. كي أنت صاحبك تكلمه ويقول لك هني باش نتعديلك وأنت تقول له أوكي، جوك مريق لهنا. إيما يا أخويا ويا حليلي، كانت قالت كلمة أوكي بين الكوبل اخلت وجلت على روسه، خاصة في عركة وطفل يبدا مقطع روحه ويكتب ويجيب شكون يكتب معاه في فقرة طويلة وعريضة وتجاوبه هي بأوكي. وقتها تصير أكبر عملية حجرة وتتليف في التاريخ وتصرفك على الحيط وتتجاوزك. ولا من منبر هذا نقول لك أختيه رد بالك، فما مشاعر فما أحاسيس فما علاقة على المحك، دونك رد بالك. بعد هالدخلة المطولة، نحن في ثقافة عاد ما تهمنا إننا نعطيه معلومة مفيدة كمان ونقولوا لكم منين جات كلمة أوكي، وتنجموا ترحموا لي على والدي وتدعي وحسيد خرج بي على خاطر سبب في برشا مشاكل. به برشا ناس في بالها وإنه كلمة أوكي جينا من الحرب الأهلية الأمريكية اللي صارت بين 1861 و1865. قالك من بعد ما تصير عركة وتوفى ويجيوا يشوفوا عدد الموتى يكتبوا باختصار، يعني مثلا 3 ماتوا ويكتبوا ترواكا 3 كيلد مريق لهنا، وكان ما فما حتى حد مات يكتبوا زيروكا واللي هي زيرو باللونجليش هي او دونك تولي اوكي مريق لهنا. اخويا نجم تصدق الحكاية امانة باش نرجع بكم قبل، على خاطر الاوكي خرجت قبل العوام هذوك. يا سيدك يا بن سيدك، الحكاية بدات في وسط القرن 19 تقريبا، قبل بشوية بين 1839 و1840 في امريكا زادة. وقتها فما شبيبة قارية ومتثقفة فهمتني وتتبع، حبت تخرج لغة جديدة كيف ما نحن نستعمله توا، لول لافينغ اوت لاود ولا ام دي ار موردورير. وصدقني يا رامي خي، دوبا ما بديت نستعمل فيهم الكلمات هذوما فاندام في الظلام ما نعرفهمش شنو قال شنو عبروا على الضحك استعمل وبرا ربي معاك. به النخبة ذي شبيبة وقتها خرجت أبريفياسيون كيف كاجي يعني نو جو، اللي ترجع في الأصل نو جو بالآن ما هو بدلوا الحروف. في الأخر فما كلمة اللي هي كتبت أوكي واللي تعني أول كوريكت، وأول كوريكت ما تكتبش أكيد إفكتيفمون. أي دارت برش الكلمة ذي والاختصارات متاحة لين وصلت للصحافة والجرايد اللي وقتها كانت السوشيال ميديا متاحة، تشد جريدة وتبدأ تسكرولي فيها أخويا وانتي وزهرك.